لكن نفتح باب الحرية على مصر بدعوى أن نقيها تحد خاطر الكل. أنا الناس هذوما توا ربما يقول لك توا ينقلب لي على الأسرة شيء أسرة راجل وامرأة ومعهم أبناء الهدم كله. استطاع أحد زارعي مدينة نابلس النجاة بمواشيه من قمع كتائب القذافي وهي داخل المدينة في ملاذ آمن من هذه الكتائب. وسط ميدان نابلس اللي رفرف عالم أنا هو عمدنا